بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بجميع قراء المجلة، وهي مجلة باك فويس ماجازين. وفي الحلقة السابقة تطرقنا ل 2.2، وتكلمنا عن leverage opportunity أي اغتنام الفرصة، وأيضا value engineering وهي VE. إذن تكلمنا عن LO و VE. هذه مراجعة مر معنا هذا السؤال عن what is love، بالنسبة لفاليو انجينيرينج، فالفاليو هو فانكشن على الكوست، لكن كما قلنا هنا عدد أكواب القهوة في السنة بعد الدراسة، دراسة الـ Value Engineering أو Lab، و الراتيو أو لتر Lab to Increase Ratio أو Lab Transaction Increase Ratio. هنا أربعة. كان المثال أو 2.2 السؤال موضوعه أو تعلمنا سكاي ووتر 300، وهذه تنتج في اليوم ماء جديد من السماء بطريقة الهواء يمر على المنقي أو المصفي، ثم يتكثف هنا الهواء في الكوندنسر المكثف، ثم يتجمع يمر بهذه المرحلة ثم تتم فلترته إلى أن يكون المنتج هنا ماء السماء سكاي ووتر. إنتاج سكاي ووتر 300 الاسمي طن في اليوم، لكن التقديري أو الفعلي نعتبره نص طن في اليوم، 500 لتر في اليوم.
هنا سؤال جديد. What is litter؟ ما هو litter؟ If litter has two meaning تفاصيل السؤال then what are they؟ إذا كان litter له معنيين فما هما؟ كما عودناكم litter has four words أو اختصار مصطلح، كل حرف كلمة، هذه أربع كلمات. The two meanings are المعنيين هما في جملتين، الجملتين هي love transaction أصبح معانا LT و increase ratio IR. العلاقة بين كشفية الطبيب الخدمة وبين سكاي ووتر 300 وأيضا كب أوف كافي أي فنجان قهوة. فالعلاقة بين القهوة وماكينة سكاي ووتر 300 هي علاقة استيراد، يعني يستطيع صاحب المقهى لأنه يحتاج الماء، فلو استوردها يكون عنده 500 لتر في اليوم، فممكن هو يستخدم 100 لتر هذا لإنتاج 1000 كوب من القهوة، ثم يستطيع أن يوفر 400 لتر حسب الدراسة التكلفة نص دولار، يعني الطن 500 دولار، لكن 400 في نص دولار يعني عنده 200 دولار يستطيع أن تكون أو يكون المقهى يستطيع بيع 400 لتر في نص دولار أو في دولار 400 دولار. الدولار 20 جنيه واللتر يسوي 10 كوب من القهوة ب2 جنيه الماء. طبعا هذا ماء ممكن يباع في الصيدلية، وهو الآن غير موفر في الصيدليات لأنه هذا ماء صالح لطعام الأطفال. ومعروفة علاقة الصيدلية بالعيادة أو بالدكتور، فيباع 400 لتر يوميا من كل مقهى إلى الصيدلية، فهنا يكسب مكسبه 200 دولار، باع ب 400 دولار، فال 200 دولار في اليوم دخل تعادل 8000 جنيه.
يعني ممكن يكفي للعمالة في المقهى. نعود إلى الصيدلية اللي هي مرتبطة بالعيادة، اشترت اللتر، تستطيع أيضا بيعه لسد الحاجة في طعام الطفل، وأيضا ماء للشرب يوصي به أو توصي به العيادة. يعني ممكن الصيدلية تستخدمه كمحلول أو الماء للأطفال، وهو طبعا ماء طبيعي أفضل من ماء إيفيان، وهو سعره الآن ماركة أكسجينايزر من مصنع في ماليزيا يباع في الصيدليات بقيمة $8 أو $16 في الصيدلية. فهنا الصيدلية تقدر تبيعه $4، فهناك مكسب وصار increase ratio أيضا. لو باعت الصيدلية طن اللي هو منتج من 5 مقاهي، كل مقهى يعطيها 400، في 5,000، يعني الصيدلية ممكن تبيع 2 طن، يعني 2,000 لتر ب $4 بدل $16، ومكسب الصيدلية $2. فهنا أيضا $4,000 بين الصيدلية والعيادة تكفي لمديرة العيادة وتكفي لمديرة الصيدلية. كان الهدف من هذا التسجيل الذي سيحصل عليه مع المجلة كل من اشترى المجلة، فكان الهدف من هذا التسجيل سكاي ووتر 300 تمتلكها القهوة أو المقهى وتغطي العمالة في المقهى مكسب 8,000 جنيه يوميا، وأيضا في الصيدلية عندنا 400 في المقهى، 400 لتر، اللتر $2، يعني $800
فيغطي أجور العمالة، و$400 أخرى من الصيدلية، وهذا يوميا. ففي دعم لعمالة أو مدير حسابات المقهى ومدير حسابات الصيدلية ومدير حسابات العيادة، وشكرا للجميع.